المستر المجاني يقاتل من أجل مناخ ويكافح من أجل الغطاء أخضر، سيما أن العراق واحد من 10 بلدان أكثر تأثراً بالتطرف المناخي. بعد الجائحة يعني شفنا العالم يذهب من المدن صوب القرى والأرياف بحثاً عن الأكسجين، وده نشوف إحنا التصحر، والتصحر خطر جداً وآثاره بدأت واضحة على المجتمع بكل تفاصيله. فجتني هذه الفكرة أنه أزرع وأوزع مجاني، ولاقت استحسان كثير من الناس حتى المؤسسات الحكومية. هذا جهد شخصي وبإرادة وعزيمة مدعومة ومشفوعة بكل أدوات الصبر. يعني أحياناً أشتغل عمالة حتى أديم هذا المشروع. أنا مع قرارات ملزمة، وإن شاء الله لربما تأخذها الحكومة على عاتقها، على كل ضابط يتخرج، كل ترقية، واحدة من شروط الترقية أن يزرع نخلة هي رمز العراق، وكل طالب ماجستير ودكتوراه عند تخرجه يزرع شجرة. فعلى أقل تقدير نضمن كل سنة ما لا يقل على 10,000 شجرة العموم العراق، ومع أمانة بغداد بزراعة الأزقة وحتى تشجيع زراعة البلكونات.